ايوه يا بنتي. لا لا ما تقلقش، بكره الصبح المبلغ هيكون عندك. المهم بس انت تعمل المطلوب والاجراءات اللازمه. متر لبيب، انا مش هوصيك، انا عايز مصطفى ياخد براءه باي شكل. طيب طيب ماشي ماشي تمام ماشي، مع السلامه. انت دلوقتي مع الف سلامه. تمام الله. جواب ده جاي لسعادتك يا اشرف بيه. ماشي يا عم احمد. الظاهر انه مش خير خالص يا ولد. يبلغوني ان الحساب فيه 1400 جنيه. معقولة؟ انت مش قايل لي انك لسه معاك فلوس كتير؟ انا بصرف وما بحسبش. ليه كده بس يا اشرف؟ المصاريف كتير وفي كل اتجاه. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ دواء عمر ما فاضلش فيه غير شريط واحد، وانت عارف انه لازم ياخد الجرعة في مواعيدها. هطلب سلفة من الشغل. سلفة ايه؟ وهم هيدوها لك في ساعتها كده على طول؟ وحتى لو حصلت المعجزة وادوك فلوس، هيدوك كام يعني؟ هيدوك بكتير تمن علبتين دواء بتوع عمر. بقول لك ايه؟ انا هلم لك الذهب بتاعي، انزل بيعه، اهو الذهب دلوقتي غالي وهيجيب مبلغ كويس. لا لا خلي ذهبك معاكي. انا مش عايزاه. عمر عندي اهم. قلت لك لا يا هدى، انا هتصرف. لا بلاش مختار، ممكن يحس ويعمل لي مشكلة. يا ابني اللي يا أشرف، فلوسك زي ما هي، أنا هاخد الشنطتين من عند أشرف، ده ما سحبش منهم مليم. يعني أنا ممكن آخد اللي محتاجه وأرجعه تاني من غير ما هو يحس، وأبقى أروح لمختار بقى أستلف منه الباقي. ما أخويا ولازم يقف جنبي في شدتي. اتفضل يا سيدي، أدي شنطة مليون جنيه زي ما وعدتك. خليهم 2 مليون يا مختار. 2 مليون ايه؟ واحنا بنفرق؟ يا ابني انا بطني مفتوحه في عمليات وشغل ومصالح كتيره قوي، انت لولا انك اخويا ومزنوق والمصحف ما كنت اطلع جنيه. مش عارف ليه حاسس انك بتقطع من جلدك كده وانت بتديهم لي. هو مليون جنيه ده شويه يعني فكه؟ خلاص. ان شاء الله هردهم لك في اقرب وقت. اه، امتى بقى؟ على اول السنه الجديده. كويس؟ ماشي، يبقى اكتب الشيك بتاريخ السنه الجديده. شيك ايه يا مختار؟ اللي هتكتبهولي. وانت مش مأمن لي ولا ايه؟ عيب يا سعد، عيب. ده انت اخويا، اخونك ازاي يعني؟ هو ايه اللي عيب؟ امال الشيك ده معناه ايه؟ الشيك ده لضمان الموت من الحياه، وده شرع ربنا يا سعد. وما تنساش ان انا وانت دلوقتي ما بقيناش لوحدنا، بقى في عيال جايه لنا في السكه. انت مستني مولود وانا مستني مولود، ولازم نحافظ على اموالنا علشان خلاص عيالنا. يا عم. خلاص يا عم، انت هتعمل لي فيلم. اتفضل يا سيدي. اتفضل. انت كده تمام التمام. مش عارف يا اخي، تحس كده ان الفلوس دي باين لها حرام ولا ايه؟ ما فيهاش بركه. تاني يا سعد، هنعيده تاني. امال انا ايه اللي بيجرى لي ده مختار؟ ده سوء تخطيط منك. ما انا قدامك اهو، اشيتي معدن وفل الفل. يا عم الله اكبر، ما تقرش على نفسك. واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث. عرفت ان رشا طالبه الطلاق؟ انت الابلسه، خدتك لحم ورميتك عضم، لعبتها خرصة بنت اللئيمة. بس أنا مش هسيبها. هتعمل إيه بقى؟ هقوم أجدع محامي في البلد وهجرجرها في المحاكم. مودي يا حمار. وبعدين القوانين اليومين دول
مش في صالحك، دي في صالح الست. الست ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخويا. طب اعمل ايه يا مختار؟ ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا؟ يا عم مات ايه؟ مات ايه؟ فال الله ولا فالك يا مختار. يا عم بعد الشر، بعد الشر طبعا. مات كده وكده يعني؟ لا يا مختار، انا وابني لازم نعيش في النور. رشا هي اللي لازم تعيش في الضلمه. ازاي يعني؟ انا في فكره بنت ابلسه جت في دماغي، عايز مخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها. فكره ايه دي يا معلم؟ هقول لك يا مختار، بس توعدني اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. سر كبير يا اخويا، قول. 18 مليون ونص؟ ودول بتوع ايه؟ دول باقي نصيبي في الميراث. ليه؟ هو عمي كان عنده مال قارون؟ لا مال قارون ولا حاجه، الحكايه كلها 100 مليون. 100 مليون؟ هي تجاره الجلود بتكسب قوي كده؟ دول مش من تجاره الجلود. امال من ايه؟ صفقه كده بابا عملها الله يرحمه قبل ما يموت بشهرين. ايوه يعني صفقه ايه دي اللي تكسب الفلوس دي كلها؟ ادويه متهربه. متهربه؟ عشان كده انا رفضت اخدهم، وخدت بس نصيبي الحلال المليون ونص اللي خلاص خلصوا ومش باقي منهم حاجه. طب والعمل يا اشرف؟ ابننا بين الحياه والموت، ده خلاص الدواء قرب يخلص. مفيش قدامي غير ان احنا نبيع ذهبك. وحتى لو بعنا الذهب هيجيب لنا كام يعني؟ وهيقضينا قد ايه؟ احنا عندنا مصاريف كتير قوي وايام اكتر. هو ده اللي محيرني ومخليني مش قادر افكر. روح هات الفلوس يا اشرف. بقول لك دي فلوس حرام. ومش حرام ابننا يموت قدام عينينا واحنا معانا الفلوس ومش قادرين نعمل له حاجه؟ بس انا خايف من الفلوس دي قوي يا هدى. ربنا غفور رحيم واحنا مضطرين، وربنا اللي قال كده: ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ما كنتش اتصور انك هتوافق ان احنا ممكن نمد ايدينا على الفلوس دي. يمكن في ظرف تاني كان رأيي يكون غير كده، بس احنا في لحظة صعبة قوي، والفلوس دي هي جزء كبير قوي من حلها، ولازم نتحرك وبسرعة. ياما ناس كتير قوي عيالهم بيموتوا قدام عينيهم ما بيقدروش يعملوا لهم حاجة من فقرهم وقلة حيلتهم، واحنا معانا الفلوس وفي ايدينا الحل. مش معقول بقى ما نساعدش بيه ابننا. انت شايفة كده؟ صدقني مفيش قدامنا غير كده. ده الفلوس دي جات لنا نجدة. اشرف انا كنت خلاص هتجنن من كتر التفكير، ومش معقول بقى يجي لنا الحل وما نتمسكش بيه وننفذه. لو عايز تسهلها على نفسك اتبرع بجزء من الفلوس دي للغلابه، وهو كده تبقى ريحت ضميرك وطهرت فلوسك. يا سهله كده؟ فكرك ربنا هيقبل؟ وليه لا؟ احنا ابننا مريض ومضطرين، ايه الغلط في كده بقى؟ ها يا اشرف قلت ايه؟ مش عارف، سيبيني افكر. فكر براحتك يا اشرف، بس لازم تعرف انك هترسع الحل ده لان مفيش غيره، وانا ما عنديش استعداد اعيش لحظه واحده من غير ابني. وبقول لك اهو، لو عمر جراله اي حاجه انا هنتحر. استني يا هدى، تنتحري ده ايه؟ احنا بنتكلم مع بعض. مفيش وقت للكلام، ابننا لازم ياخد الدواء في ميعاده يا اشرف. اللي هيموت عارف يعني ايه هيموت؟ هيضيع مننا يا اشرف. لازم نتحرك وبسرعه، أرجوك أبوس إيدك. بس بقى كفاية كفاية. خير يا اشرف؟ فيه جايبنا على ملا وشنا كده ليه؟ عايز اعرف مين فيكم اللي خد من فلوسي. فلوسك؟ احنا هنبص لفلوسك ليه؟ وانا حراميه ولا ناقصين ملايين؟ هنبص للمليون ونص اللي حيلتك انت؟ انا ما اقصدش دول يا مختار، انا بتكلم على 18 مليون ونص اللي محطوطين امانه. ايه؟ هما دول جرالهم حاجه؟
جرالهم. ناقص منهم شنطتين. 2 مليون جنيه؟ يا نهار اسود. انت متأكد؟ بقول لك الفلوس نقصت، تقول لي متأكد. انت عرفت منين يعني ان هم نقصوا؟ رحت وبصيت عليهم. دي تبقى مصيبة لو حد غيرنا عرف مكانهم. يعني مش انت اللي خدتهم يا مختار؟ وانا هاخدهم ليه ان شاء الله؟ ناقص ملايين؟ ما انا قشيتي فل والحمد لله. وانت يا سعد؟ بصراحة اشرف انا اللي خدتهم. انت؟ يعني اتزنقت في قرشين كده عشان ارجع اقف على رجلي تاني في السوق. ما قلتليش ليه؟ انا قلت انت مش حاططهم في دماغك، قلت هاخدهم وارجعهم من غير ما اعمل لك دوشه. 2 مليون جنيه يا سعد؟ اشرف انا مستعد اكتب لك بيهم شيك دلوقتي عشان تضمن حقك. انت بتخرف بتقول يا سعد؟ ده انت اخويا. عموما مفيش مشكله، انا قلقت بس لما رحت وما لقيتهمش مكانهم، خفت لا يكون حد غيرنا دخل المكان. شايف الاخوات بيعملوا ايه مع بعض؟ مش انت تسلفني 1 مليون جنيه تكتبني بيهم وصل امانه؟ دي الاصول يا سعد، اذا تداينتم فتكاتبوا. وبعدين انت يعني انا هسجنك؟ ما ده ضمان لحق ابني وابنك اللي جايين في السكه. ده انا اخوك يلا. هو يعني عشان اخويا تاكل حقي؟ ده انت المفروض تحافظ لي عليه. انت بتكتب اخوك وصل امانه يا مختار؟ دي اصول التجاره يا سياده الرائد. وبعدين قول لي بقى، انت ايه اللي وداك هناك؟ مش كنت مستحرم الفلوس دي؟ ها؟ زنقت فرشين عشان ده عمر، اضطريت اروح ولقيت لما لقيتهم ناقصين. يعني انت خلاص يا اشرف نويت تاخد الفلوس؟ مضطر يا سعد، نصيبي اللي فات خلص في عملية عمر. والحمد لله وعم بالسلامة. فكها بقى يا جدع، ما تكشكشهاش، عيش بقى كده. انت كده ابتديت تفكر صح. انت شايف كده؟ طبعا هي كده. يا اخي امال انا ليه قلبي مقبوض؟ عشان ما انتش واخد على العز والبرطعة في الملايين. بكره اما رجليك تاخد على كده قلبك هيطمن. ربنا يستر. طب اشرف استاذن لنا بقى عشان ورايا شغل. خدني معاك. سلام يا جناب المليونير. انت بتتريق؟ بالعكس، ده انا بفكرك بوضعك الجديد عشان تتصرف على اساسه، عشان تبرعش كده وتبقى اخر طعطعه. ده انت اخويا واتمنى لك كل خير، بس كده بقى مفيش حد احسن من حد. سلام. يلا سعد بيه. سلام يا سلام.